اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات عروض البيع. لو حضرتك مش مشترك في القناه اشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك عروضنا اول باول. ولو عندك حمام على سعر البيع تواصل معنا على رقم التليفون المثبت على مقدمه القناه. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. معانا اسس تحضين حمام الاستاذ حسين، 3 اسس تحضير. القصه يا جماعه عامل 70 جنيه اهو. شايفين في السرال اهو، الفرد السرالي حمام جامد، حمام حلو. ممكن تفرخ منه او واحد مثلا يكون ناوي يبدا تربيه يبدا بيه، يبقى كويس جدا. لو واحد عايز يشغله حضان، او واحد عايز يربيه ياكل من تحته، او عايز واحد يكون لسه مبتدئ ويبدا بيه، حاجه جميله جدا. ده برضه كوس حضانات كده يا جماعه، بضرب النتايه عشان معناه كده ان هم هيبيضوا. النتايه شايفين النتايه بتلف. جايفة جدا، يعني بجهزوا العش كده يا جماعة. لما احنا قلنا القص دول، القص من دول يا جماعة عامل 70 جنيه. هو بعت الحمام بس لسه عرضه ان شاء الله، قلت اما اعرض دول ولسه عرض بيت الحمام بتاعه ان شاء الله بكرة، بكرة الصبح. يعني في فرد اول، في زاجل، ده دخله زاجل، يعتبر زاجل، يعتبر الاثنين زاجل، دخله زواجل يعني. 70 جنيه بلاش والله، حمام شغال على وش بيضة. ده تالت قصة معانا يا جماعة من أسس التحضين. ده كربون وتال بيضة. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اللي محتاج حاجه ما تواصل على رقم التليفون. المكان الهضم الوسطى. وبرضه انتظر عروضنا، لان عندنا عروض جديده ان شاء الله بكره. هنعرض لك شويه حم حلوين من عند برضه الحاج حسين بكره الصبح ان شاء الله. وعندنا كل يوم عروض يا جماعه، عندنا كل يوم بننزل عرض واثنين، يعني اغلبيه الايام بننزل عرضين في اليوم. ونحاول نوصل لكم يعني الحمام لغايه عندكم، والناس المحترمين اعرفكم على الناس المحترمين اللي بتبيع، الناس المضمونه يعني اللي عندها ضمير. بص حزايزه بولادهم نتايا ديول، والذكر هندي بسم الله ما شاء الله. النتاية ديول بس هم خايفين مني يعني. من الباز زواجين جمعيات او زواجل، مستوى قوي، مستوى كويس يعني. دي العريشة واحدة اهو. الساعة رقم التليفون، هما زمان بياكلوا لوحدهم ومعتمدين على نفسهم كليا يعني. الساعة رقم التليفون قدامكم على الشاشة. ادي على ريشة واحدة اهو. برضه الضلع عايشة واحدة اهو،
المصطفى ده حمام اهله دم كويس، اهله بعض مجربين وطيان وتموا من مسافات بعيدة وجم، واخواتي الحمام ده برضه بيتموا ويجوا يعني. بدي بقى الاتحاد هيفاجئ بدي حمام بدي بقى الاتحاد هي. بدي بقى الاتحاد هيفاجئ في هذا الحمام. هذا الحمام طبعا باين اهو. حمامتين كويسين برضه واعيين يعني، مشافوش جو لسه. حمامتين دول مشافوش جو، من الله يبارك له اللي هياخدهم. حمامتين جامدين اوي في النشر، بيطيروا برضه من مسافات ويرجعوا كويسين. اهاليهم برضه دخلت يعني وجابت مراكز كويسة، وتقريبا الحمامتين باين يعني اهو. دلو ما شاء الله كله على عيشة واحدة. هما حمامتين برضه ايه حجمهم كويس. ده بقى اللي اتحط زي الجوان. والتاني النهارده مدبل اهو.